Déjà à ce moment-là de Salle du pays membre de الملتقى يشارك فيه 700 مشارك من بينها مؤسسات خبراء جامعيين واكاديميين مختصين في صناعة الغاز. فيه اكثر من 70 محاضرة في هذا الملتقى الذي يدوم يومين. من خلال المشاركة فهي السابقة في تاريخ هذه الجمعية، مشاركة معتبرة ومهمة. هذا الملتقى راح يخلينا ويخلي جميع الخبراء يتبادلوا يعني جميع خبراتهم العالمية والجزائرية من أجل تطوير هذه الصناعة وتحضير الانتقال الطاقوي الخاص بالجزائر.